قال حافظ إبراهيم يرحمه الله تعالى ويغفر لنا موصيا بالنساء: من لي بتربية النساء فإنها في الشرق علة ذلك الإخفاق. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم روض قد تعهده الحيا بالري أورقا أيما إيراق. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثرهم مدى الآفاق. أنا لا أقول دعوا النساء سوافرا بين الرجال يجلن في الأسواق، يدرجن حيث أردن لا من وازع يحذرن رقبته ولا من واق. يفعلن أفعال الرجال لواهيا عن واجبات نواعس الأحداق. في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب السيف والمزراق. كلا ولا أدعوكم أن تسرفوا في الحجب والتضييق والإرهاق. ليست نساؤكم حلا وجواهرا خوف الضياع تصان في الأحقاق. ليست نساؤكم أثاثا يقتنى في الدور بين مخادع وطباق. تتشكل الأزمان في أدوارها دولا وهن على الجمود بواقي. فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا، فالشر في التقييد والإطلاق. رب البنات على الفضيلة، إنها في الموقفين لهن خير وثاق. وعليكم أن تستبين بناتكم نور الهدى وعلى الحياء الباقي.